السلام عليكم وتحية طيبة لكل الإخوان والأخوات متتبعين قناة كريم قصري. مرحبا بكم معايا جديد. في هذا الفيديو الإخوان والأخوات غادي نهضروا على الخطاب ديال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وعلى المخطط اللي جابوا اليوم اللي تكلم عليه اللي غادي يكون هو عبارة عن مخطط للعودة إلى الحياة الطبيعية. بيدرو سانشيز اليوم تكلم على واحد المخطط اللي دارته إسبانيا باش ترجع للحياة الطبيعية كيفاش وفوقاش. هادشي هو اللي غادي نعرفوا في الفيديو وغادي نشرحوه بطريقة مبسطة باش كلشي إن شاء الله يفهم. هاد المخطط اللي هو مكون واحد ربعة ديال الفاسيس اللي هي أربعة ديال عبارة عن ربعة ديال المراحل. هاد الفاسيس كاين الجرادوال كما قال هو اللي هو تدريجي زائد اسيميتريكا اللي هو تمييز يعني منطقة ومنطقة حتى منطقة ما كتشبه منطقة زائد كورديناسيون اللي هو التنسيق. دائما كنهضر على التنسيق كيكون التنسيق لا بين وزارة الصحة ولا يعني البريسيدنت دي كومونيداليز زائد ادابتاسيون هو اللي هو التأقلم. هادو أربعة ديال الفاسيس اللي جي بها المخطط واللي غادي تكون عبارة عن أربعة ديال المراحل. فالإخوان خصكم على واحد القضية، إسبانيا باغا ترجع للحياة الطبيعية ولكن بهالطرق اللي غادي نهضروا عليها دابا، وحتى شي منطقة ما كتشبه منطقة باش يكونوا واضحين. كاين باش الناس كيبقاش عندهم الغموض، يعني راه مثلا مايوركا ايبيسا ماشي هي برشلونة، برشلونة ماشي هي مدريد، ماشي مدريد ماشي هي الميريا، حتى منطقة ما كتشبه منطقة باش نكونوا متفاهمين. يعني المراحل حنا نتكلموا عليها دابا ولكن راه حتى منطقة ما كتشبه منطقة، كلشي غادي يكون وكلشي غادي يكون على حساب كما قال هو على حساب البانديميا، على حساب هاد الجائحة هاد الفيروس اللي كنعيشوا. يعني كل منطقة وكيفاش يعني داير فيها، واش هنايا بزاف ليها قل فداكشي غادي يمشي هكا. كلشي المخطط كامل قال هويا الرئيس بان غادي يكون تابع يعني البانديميا، يعني تابع الجائحه كيفاش غاديه، واش غادي في تنازل ولا على حساب المناطق. المهم نتكلموا على المراحل. المراحل اللي قال لك هو كاينه 0 و1 و2 و3، اربعه ديال المراحل. المرحله 0 شنو فيها؟ المرحله 0 هي اللي كنعيشوا فيها دابا الان، ولا هي ابتداء من 2 ماي غادي يكون سامح مثلا الافراد انهم يمارسوا الرياضه. النهار 2 مثلا في شهر ماي يعني الشهر الداخل غادي يكون عندنا السماح اننا نمارسوا الرياضه، هذا كاجراء. زائد اجراء اخر اللي هو السماح للمطاعم بالبيع الماكولات ولكن برايبار، يعني باش تدي معك الماكله تقدر تطلب الماكله تديها معك، تمشي عند مول المطعم يوجدها لك ويعطيها لك من الطاقه خلصوا وسير بحالك. هذا هو الفاسي، يعني هو المرحله زيرو. هذا هو المرحله زيرو اللي هو في هذه الاجراءات هذو. المرحله واحد، المرحله واحد يعني شنو الاجراءات اللي غادي تكون فيها؟ المرحله واحد غادي يكون فيها قال لك السماح للمحلات التجاريه الصغيره انها تفتح ولكن عن طريق مواعيد، يعني عن طريق سيتات عايز في التليفون. المشكل اللي كاينه في هذه المرحله واحد هو المحلات التجاريه الصغيره شكون؟ هنا ما حددش، ما شرحش هذه النقطه هذه بالضبط. واش الحلاقه؟ واش بيع؟ واش الدروغريات؟ واش اللي كيبيعوا الحوايج؟ واش ما عرفتش. المهم قال لك السماح للمحلات التجاريه بالافتتاح عن طريق يعني سيتا بريبيا، استغفر الله، يعني عن طريق موعد، عيط له في التليفون دير مع موعد وجي عنده. خاصو من بعد يشرحوا لنا هذه النقطه هذه ديال هذه المحلات التجاريه اشكون هما اللي غادي يكونوا يعني مقصودين في هذه النقطه هذه بالضبط. كاينه ايضا غادي يكون السماح مثلا الذهاب يعني الكنائس، واللي كنقصدوا الكنائس راه كيهضر للكنائس والمساجد، يعني الكنائس والمساجد السماح يعني الكنائس والمساجد انهم يقدر يمشيو ليها، ولكن غادي يكون يعني الطاقه الاستيعابيه ديال ديك الكنيسه والمسجد فقط يعني الثلث ديال الطاقه الاستيعابيه ديال ديك الكنيسه او ديال ديك المسجد. الا كانوا في ديك الكنيسه كيتساعدوا 90 الناس فخصهم يجيو غير 30 فقط، او المسجد كيهز 90 الناس خصهم يمشيو يصليو 30 الناس فقط. هذه هي المرحله واحد، والفرق بين مرحله ومرحله المده اللي هي غتكون جوج سيمانات. دابا حنا كنلعبوا على 8 ديال السيمانات، 8 ديال السيمانات، يعني جوج سيمانات في المرحله الاولى، جوج سيمانات في المرحله الثانيه، جوج سيمانات في المرحله الثالثه، وجوج سيمانات في المرحله الرابعه. فرق بين كل مرحله ومرحله جوج سيمانات، يعني 8 اخر، يعني هما كيطمحوا ان في السيمانه الثامنه يعني يتسالى كل شيء ورجوع الحياه الطبيعيه. واخا دابا خلينا في المرحله واحد اللي حنا فيها دابا، يعني سماح الكنائس والمساجد بانهم يفتحوا ويمشيو يتصليو فيهم ولكن الطاقه الاستيعابيه 30 الثلث ديالها فقط، يعني الا كانوا 90 30 كما قلنا. ايضا غادي يكون يعني السماح يعني بزياره المراكز ديال المسنين، يعني مثلا عندك شي باك او لا عمك او لا جدك ولا حناك يعني في الريسيدنسيا تقدر تمشي تزورو الا ولكن عن طريق يعني موعد، تعيط للريسيدنسيا وتحدد معك موعد زياره، لان ما بغاوش هما ديك الزياره تكون مثلا هجوم يعني كلشي يمشي بدقه واحده. لا،
اجي انت اليوم، اجي انت الاخر من بعد ساعه، يجي الاخر من بعد ساعه، جوج سوايع على حسب، شوف هما كيفاش غيديروا هاد المواعيد. داكشي غادي يكون التنسيق مع الريسيدنسياس اللي غادي تعيط لهم، واللي غادي تحدد لك مواعيد ديال الزياره فوقاش وكيفاش. هذه من واحد النقطه مهمه. بالنسبه للمرحله الثالثه اللي هي رقم جوج، لان يعني بدينا من زيرو واحد جوج، المرحله الثالثه اللي هي جوج، شنو غادي يكون فيها المرحله جوج؟ مرحله جوج غادي يكون فيها قال لك السماح، يعني افتتاح المطاعم والفنادق والمرافق، بحال دابا الموسيوس، بحال المتاحف، يعني هادو كاملين غادي يقدروا يفتحوا في المرحله جوج. كيفاش غادي يقدروا يفتحوا؟ ولكن عن طريق مثلا بالنسبه للمطاعم، نهضروا على المطاعم، المطعم غادي يكون عنده الحق يفتح، ولكن عن طريق واحد الموعد. ميمكنش مثلا تمشي لواحد المطعم هكاك وصافي، لا، الطاقه الاستيعابيه ديال المطعم مثلا كما قلنا 90 واحد، فالريزرفا خاصها تكون 30 الناس، الناس يعيطوا في التليفون وريزرفو باش يمشيو ياكلوا. الى المطعم عيطوا 30 الناس ريزرفو، فهذيك فقط ما يسمحش انه يهز اكثر من 30 الناس، يعني دائما حفاظ على المسافات ديال البعد بين كليان وكليان. وبالنسبه للفنادق نفس المنظر، يعني المسافه بين الطاقه الاستيعابيه عفوا هي مثلا نقولوا حنايا كما قلنا 90، او الا كان 180 خاصهم اعمار في السن الناس، يعني دائما الثلث، دائما كنهضروا على الثلث، وبطريق عن طريق الريزرفاسيون كما كنقولوا دائما. هذا هو يعني بالنسبه للمرافق ديال السياحيه. ايضا غادي يكون السماح لافتتاح ديال المراكز ديال دروس التقويه، دروس التقويه، المراكز ديال دروس التقويه غادي يسمحوا لهم انهم يفتحوا وفي نفس الاجراءات، يعني حتى هما غادي يكون عندهم فقط الثلث ديال الطاقه الاستيعابيه ديال كل قسم، خاصو يكون الثلث ديال الطاقه الاستيعابيه ديالو فقط. هذا بالنسبه يعني المراكز ديال، بالنسبه لاصحاب الباتشيليراتو، بالنسبه لاصحاب لايسو، بالنسبه لاصحاب ديال بزاف ديال اللي كيحضروا انهم باش يمشيو يقراو في الجامعه الى غير ذلك. وبالنسبه للمرحله الرابعه اللي هي رقم ثلاثه، المرحله الرابعه غادي تكون يعني هذيك اخر مرحله، غادي نقول لك غادي نفتحوا فيها المحلات التجاريه الكبارين، يعني بحال سنتروس كوميرسياليس، ويعني جميع المرافق التجاريه الكبيره. ولكن كيفاش الطاقه الاستيعابيه ديالها؟ قال لك ما خصهاش تعمر يعني النص ديال العمر، يعني مثلا الطاقه الاستيعابيه ديال واحد العدد خصو يعمر النص، داك العدد اللي موالف يشوفوه مثلا خصو يكون عامره النص، وفي نفس الوقت الاجراءات الاحترازيه بالماسكاريات، بالمسافه ديال الامان، يعني يعني باش تدخل خاصك تدخل حتى الاول، حتى تغسل يدك بجيل ودير وانتيس الى غير ذلك. يعني باش تدخل مثلا تمشي لواحد الماركه تشري شي سروال ولا شي صباط، ولا قبل ما تدخل دير واحد الاجراءات الاحترازيه اللي غادي يطبقوها الناس كاملين قبل الدخول. ودائما الطاقه الاستيعابيه النص، يعني ملي كيوصل النص ديال الطاقه الاستيعابيه غادي يحبسوا الناس حتى يخرجوا، داك الناس اللي يدخلوا عادي يمكن الناس اخرين وحدين اخرين يدخلوا. هاد الاجراءات هادي اللي تكلم عليها الرئيس انا كتبان لي اجراءات صعيبه، وصعيبه بزاف تطبق في ارض الواقع. علاش؟ لان الدليل هو ان النهار اللي عطاونا اننا نخرجوا الدراري الصغار كما شفتوا هاد السيمانه هادي، باش عطاونا الحق اننا نخرجوا الدراري الصغار نهار 26، فتبين ان بزاف ديال الاسبان عندهم مشكل مع احترام يعني داكشي اللي كيجي في القانون كما قالوا في التلفازه. فبزاف ديال الناس يعني ما طبقوش داكشي اللي خصهم يطبقوه. القانون اسمح بان اب او ام يخرج دري او جوج او ثلاثه اللي عندهم اقل من 13 سنه، ولكن باحترام مسافه الامان، ويعني وما يكونش واحد الاختلاط وما يكونش بزاف ديال الحوايج. فشفنا بان الناس غير في هذه النقطه هذه وقعوا واحد التجاوزات كبيره في هذه النقطه هذه، ما بالك يعني في هذه المراحل اللي تكلم عليها رئيس الحكومه. رئيس الحكومه هذا هو الطموح ديالو، وهذا هو الاجراءات اللي درتها الحكومه باش توصل عندك المرحله ديال العوده للحياه الطبيعيه 100%، يعني في خلال 8 اسابيع. ودائما كيركز وكيعاود يقول كل شيء مبني على يعني البانديميا، يعني على يعني الحده ديال الوباء كيفاش غاديه، كيفاش غاديه بين كل منطقه ومنطقه. هادشي هو اللي غادي يمشي عليه هذا المخطط. يعني لو وقع لا قدر الله شي تغيير مثلا في هاد البانديميا اللي كنعيشوا دابا، الا وقع شي تغيير في الارقام، فالقضيه غادي تكون صعيبه وصعيبه بزاف. يعني هذا المخطط كامل كما كنقولوا يقدر يمشي في زيرو لا قدر الله. يعني هادشي كنقولوا، يعني كل شيء مبني على المعطيات اللي عندنا ديال الوباء حاليا، وعلى كيفاش غادي نمشيو من دابا 8 الاسابيع. حنا من الناحيه ديالنا كنترجوا خير وكنتمنوا ان هذا المخطط هذا اللي غاديين عليه هو اللي يكون، وان الوباء ان شاء الله يرفع علينا ربي، وحنا ما كرهناش هذا رمضان هذا اللي كنعيشوا دابا، يرفع علينا ربي هذا الوباء ونرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه. ولكن حنا غادي نشوفوا دابا هذا المخطط اللي غتمشي عليه الحكومه، اللي هو التطبيق ديالو في ارض الواقع كنشوفوا انا صعب، وصعب بزاف، ولكن ما نعرف هما غادي يديروا خدمتهم وغادي يبان اللي غادي يبان في ارض الواقع. غادي يكونوا تجاوزات، اكيد غادي يكونوا تجاوزات، لان الشعب الاسباني في واحد النسبه كبيره ديال الناس اللي ما واعيينش، اللي واخا ان بزاف بينوا على وعي ديالهم، ولكن بزاف الناس كاينين ما واعيينش.
اللي ما غاديش غادي صعب عليهم انهم يطبقوا ديك التعليمات بحذافيرها. هادشي اللي بغيت نتقاسم معكم الاخوان والاخوات في هذا الفيديو هذا. كنظن ان جميع النقط المهمه اللي طرق عليها الرئيس والمخطط اللي تكلم عليه هو هذا قلتم كاملين. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، والى عجبكم ديروا لنا لايك وبارطاجيو باش المعلومه توصل للجميع ان شاء الله، باش كلشي يفهم شنو وقع هنا في اسبانيا. تحياتي لكم كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.